called records. Calls records. Access must be made in a specific linear sequence. عادة الذاكرة منظمة وحدات بطريقة تنظيمها هي وحدات من البيانات كل وحدة أسميها قيد. فإذا الذاكرة مكونة من مجموعة من القيود. هذه القيود يجب أن ترتب بعناوين متسلسلة. يعني تبدي من العنوان 0 1 2 3 4 الى حد ايش قد هي مساحتها n اوقف عد ال n ناقص 1 لان انا باديه من الصفر فاوقف عد ال يعني اذا هي 10 عناوين او 10 مواقع تبدي من الصفر للتسعة يسوي لي 10 عناوين زين فاذا هذه العناوين ايش بيها شو تكون 1 عن الاخ فرق ايش قد 1 ولذلك نسميه متسلسل يعني 1 2 3 وهكذا Stored addressing information is used to separate records and assist in the retrieval process. العناوين هذه معلوماتها مخزونة وهي اللي تساعدني في فصل القيود وتساعدني بعملية الاسترجاع للمعلومة اللي أريدها. زين. A shared read-write mechanism is used and this must be removed from its current location to the desired location passing and rejecting each intermediate record. إذا أنا واقف بالموقع رقم 5 خلي نقول وإجاني إعاز من المعالج يريد من عندي الموقع رقم 25 لازم شو أسوي؟ لازم أتحرك من الكرنت لوكيشن من موقعي الحالي اللي هو 5 أنا واقف به خلي نقول وأروح إلى الموقع المطلوب اللي هو 25 أمر لازم أمر passing وريجكتنج يعني أمر وأعبر أرفضهن لأن أنا ما أريدهن ما بين 5 و 25 كل ما أريدهن ما طالبهن من عندي فأمر على كل هذني بالتسلسل وأعبرهن أرفضهن إلى أن أوصل أطابق الموقع اللي عدي هو 25 واني فعلا واقفة على ال 25 يلا أنقل هذا القيد اللي يريده من عندي أو هاي المعلومة فإذا هذه الطريقة شبيهة هذه الطريقة تكون كلش سيئة لوصول المتسلسل لما ناني واقفة بالبداية وتجيني معلومة بنهاية الذاكرة والذاكرة كبيرة فراح أمر بكل مواقع الذاكرة يعني مثل ما واحد يريد معلومة بنهاية الكتاب وهو يأخذها من البداية من الصفحة الأولى من العنوان ويورقهن وحدة وحدة ويمشي يوصل إلى آخر معلومة بآخر فصل بالكتاب إيش قد يستغرق وقت كلش هواية مثل القاموس لما هسه اريد اروح افضل لي اروح على الحرف اللي اريده وادور به الكلمه لو امشي بالحروف كلهن واحد ورا الاخ واني مثلا اريد حرف الدبليو فاذا الحاله تكون كلش سيئه لما تكون معلومتي بنهايه الذاكره واني واقفه ببدايتها يعني العنوان الكرنت هو بالبدايه والمعلومه اللي اجتني هي بالنهايه لازم امر بكل الذاكره وبهذا thus the time to access an arbitrarily Record is highly variable. وقت الوصول لقيد معين كلش متغير، كلش عشوائي، ما اقدر يعني ما اقدر اتوقع، ما اقدر اتنبأ به، لأن يجوز أنا واقفة بالموقع 3 ويجيني طلب على الموقع 4، فما عندي أي خسارة، قبل أروح على الموقع 4، ويجوز أنا واقفة بالموقع 1 ويجيني الموقع 50 أو الموقع 1000، فإذا أنا عندي خسارة كلش كبيرة، لازم أمشي كل هاي المواقع يلا أوصل. فإذا السيكونشال أكسس هو أسوأ حالاته لما أنت تكون بأول موقع ويجيك آخر موقع وأفضل حالاته لما تكون واقف بموقع ويجيك رأساً النكست لوكيشن يحتاجه فإذا تيب يونتس آر سيكوينشال مثال عليها التيب هو طلاب وحدات الخزن اللي هي بها الشريط اللي شايفها اللي يتذكرها الكاسيتات القديمة اللي هي بها شريط الوصول إلها شبي متسلسل فكنا إذا نريد نسمع شيء معين وهو بالبداية أول شيء نشغل الكاسيت بعدين إذا أريد أروح إلى آخر واحد لازم أمشي كل الشريط وأوصل إلى المكان المخزون به إجباري أمشي به بالتسلسل إجباري أمر عليه واحد واحد وألفه إلى أن أوصل أو أستخدم خاصية التقديم والتأخير حتى أوصل إلى المكان اللي أريد النوع الثاني هو الدايركت أكسس النوع الثاني من الوصول من طريقة الوصول هو الدايركت أكسس بالدايركت أكسس يتضمن شنو؟ يتضمن shared read-write mechanism والindividual's blocks or records have a unique address based on physical location Access is accomplished by direct access to reach a general
Vicente plus sequential searching, continuing or waiting, counting graph or waiting to reach the final location. The access time is variable, يكون مختلف, والديسك يونت are direct access. بالوصول المباشر راح يكون عندي فد آلية قراءة وكتابة, آلية للقراءة والكتابة, بحيث عندي البلوكس أو الريكوردز عندها عنوان خاص. يعني شون عنوان خاص؟ يعني بالضبط مثل ما أنا بالمنطقة مقسمين المنطقة إلى محلة وزقاق ورقم دار. لما أريد أوصل إلى رقم دار معين ضمن المحلة, أنا شو أسوي أول مرة؟ أدور على الزقاق, لأن إذا وصلت للزقاق أقدر أوصل إلى كل البيوت اللي بداخل الزقاق, ماكو داعي أمر بكل الأزقة, وخصوصا لما تكون المنطقة كبيرة وبها هواي عدد من الأزقة, ما حاجة أمر بهم كلهم. بالضبط الفكرة بالدايركت أكسس هنا, أوصلك إلى بداية البلوك أو الريكورد القيد اللي بيه المعلومة, مثل ما أخليك براس الفرع أعطيك رقم الزقاق وأقول لك دور بهاي البيوت اللي هنا. تمام؟ الفكرة واضحة. فهنا أنا من يكون عندي البلوك المعين أقول المعلومة مالتي البلوكات مقسمة ألف ألف مثلا, من صفر للألف, من ألف واحد للألفين, ألفين واحد للثلاث آلاف, وهكذا تباوع المعلومة اللي عندك هي ضمن ياهي هي بالآلاف لو بالألفينات لو بالثلاث آلاف وهكذا. فأروح للبلوك اللي تقع المعلومة ضمن الرينج مالته, هي بين الصفر والألف, أروح للبلوك الأول. إذا رحت للبلوك الأول أقدر أروح على العنوان اللي عندي, يعني عندي البلوك وبعدين أدور ضمن البلوك أنا إيش قد عندي. مثلاً أنا بالموقع 50, فأروح للبلوك الأول لأن من الصفر للألف هي 50, وبعدين أروح إلى يعني أتقرب إزاحة بمقدار 50 بايت أو 50 ريكورد وأخذ الريكورد اللي أريده. عادة هنا الوصول بعد ما أوصل للبلوك, بعد ما أوصل للبلوك الأريدة بشكل مباشر, الوصول دايركتلي مباشرة إلى البلوك الأريدة. من وصلت للبلوك اللي تريده الباقي راح يكون إيش بي دايركت أكسس تو ريتش جنرال سيكوينشال سيرتشنج. يعني أنا إذا وقفت على البلوك اللي أريده الباقي يكون يا نوع من السيرش سيكوينشال. لو نرسم البلوك بهالشكل هذا حتى تتوضح الفكرة, هذا البلوك المعين اللي أنت وصلت له, هذا الموقع صفر خلي نقول, وهذا ألف. طبعاً العناوين طلاب افتراضية, يعني أنا هيك دا أفرض لك إنه أنت بين الصفر والألف. تمام؟ إذا أنا أريد أوصل إلى هذا البايت أو هذا الريكورد, هذا اللي أريده خلينا نرمز له بالإكس, الوصول بين للبلوك المعين يكون بشكل دايركت. أجي قبل على البلوك اللي أريده, شلون أقدر أجي أباوع العنوان اللي عندي هو بين الصفر والألف لو بين الألف واحد إلى آخره, أروح للبلوك الأريدة. من وصلت للبلوك الباقي البحث سيكوينشيال, يعني أنا بالموقع صفر أجي أبحث بين الصفر والألف على العنوان واحد وراء الأخ, مثل البحث اللي قبل شوي شفناه, أمشي بهم بالسرعة, يعني أمشي واحد اثنين ثلاثة إلى أوصل إلى الأكس اللي هو بالموقع 50 خلي نقول. تمام؟ بالموقع 50 هذا الموقع اللي أريده. الوصول من الصفر للخمسين يكون بشكل متسلسل للمناطق المتجاورة, للمناطق شبيهة تكون متتالية أو متجاورة, ويبقى يحسب وينتظر إلى أن يوصل إلى الموقع المطلوب. فوقت الوصول راح يكون متغير. ليش متغير؟ لأن ممكن أوصل للبلوك والمعلومة تكون بالموقع صفر, أو تكون بالموقع واحد, أو تكون في أسوأ الاحتمالات بالموقع ألف هنا. فإذا ما أقدر أحسب وقت الوصول لأن أنا ما أقدر أتنبأ بموقع المعلومة مسبقاً. تمام؟ وهنا الديسك يونتس آر دايركت أكسس. المثال عليها هذا يعتبر مثال طلاب. مثال على وحدات اللي تستخدم الدايركت أكسس هي من هي الديسك. تمام؟ القرص يستخدم طريقة النقل بالدايركت أكسس. النوع الثالث هو الراندوم اكسس. من اقول راندوم اكسس منو يتبادر الذهني مباشره؟ يتبادر الذهني مباشره الرام اللي احنا نستخدمها بحاسباتنا. تمام؟ هذه الرام تستخدم مبدا الراندوم اكسس, الوصول العشوائي.
بعد ما جربنا السيكوينشال، بعد ما جربنا البلوك، شفنا انه الراندوم اكسس هو اسرع طرق الوصول ل بالنسبه للذاكره الرئيسيه. ظاهر عندكم السلايد طلاب؟ نعم دكتوره ظاهر. Each addressable location in memory has a unique physical wired in, ركز لي على wired in addressing mechanism. كل موقع بالذاكرة الرئيسية عدة عنوان وحيد فيزيائي يعني حقيقي بواير يربطه. نقول wired in يعني أكو سلك كهربائي يربطنا. فإذا آلية العنونة أنه كل موقع وحيد، كل موقع عدة واير. فإذا أنا عدي بايت يعني عدي جد 8 وايرات لهذا البايت، كل بت عدها واير واحد يربطها. وقت الوصول، the time to access a given location is independent of the sequence of a prior accesses and is constant. لما اني عدي سلك الكل بت ماكو داعي امر باي بت اخرى. لما اني عدي قدرة ان امشي نبضة كهربائية بالواير للبت اللي اريدها، فاذا امشي بس بهذا الواير وبعد ما علي بالبقية. فاذا الوصول يكون شبي مباشرة، فقط الوقت اللي اريد اوصل به لوكيشن معين ما يعتمد، مستقل ما يعتمد على اليمن على سلسلة البتات القبلة والبعدة، أو على الوصول اللي قبلة والبعدة، ما له علاقة، وهو وقت ثابت. إذا كانت البت بداية الرام ولا بنهاية الرام، الواير مربوط إلها مباشرة، فالريد أو الرايت البولس أو النبضة الكهربائية تروح إلها مباشرة. أي موقع ممكن أن أختاره بشكل عشوائي ومباشر عنونه وأوصل له. أي موقع هسه بالذاكرة مربوط له واير كهربائي، وإحنا سبق وإن حكينا قلنا الوحدة الخزن الواحدة بيها شنو مكونة من مجموعة من البيتس، وهذه البيتس تجتمع مع بعضها وتكون لي شيء أكبر. موقع الذاكرة الواحد مكون من شنو؟ من وحدة خزن، وحدة خزن بيه بت وحدة، ومن شنو؟ من سيطرة، من جيت، من بوابة. هاي البوابة تحدد العملية هي ريد لو رايت، يعني عندك معلومة أنت ناتج تريد تكتبها بالذاكرة. عندك شغلتين، الشغلة الأولى تحدد نوع العملية، هل هي قراءة لو كتابة، والشغلة الثانية هي الخزن نفسه، يعني خزن المعلومة. فإذا عندي سلك يربطني مباشرة إلى، فماكو داعي بعد أمر بكل البتات الأخرى أو البايتات الأخرى. المين ميموري هي مثال، هي والكاش، بعض أنظمة الكاش زائدا المين ميموري تستخدم ذاكرة الوصول العشوائي، ولذلك نسميها رام، جاية من راندوم أكسس ميموري. هذه الرام اللي إحنا موجودة بكل حاسباتنا، RAM. شلون ام هذه؟ افرض اكو اريزر اوكي. هذه الرام هي جايه من حرف الار من راندوم، والاي من اكسس، والام من ميموري، هي ذاكره الوصول العشوائي. مثال على الذواكر تستخدم ذاكرة الوصول العشوائي هي المين ميموري أو الرام اللي احنا نعرفها، وبعض أنظمة الكاش. إذا لكل موقع أو لكل مكان خزن أكو سلك كهربائي يربطه، ونمشي النبضة به مباشرة وما نحتاج الوصول إلى البقية، فأيضا يكون سريع جدا. النوع الرابع هو الأسوشييتيف. هذا النوع this is a random access، أيضا يستخدم الوصول العشوائي للذاكرة، that enable one to make a comparison of direct desired bit location within a word for a specific match.
and to do this for all words simultaneously. هذا النوع من الذاكر طلاب سريع جدا يستخدم للأغراض الخاصة لأن مكلف فما نقدر نصنع لكل الاستخدامات. هذا طريقة عمله شلون تكون؟ عدي بيدي بت أريدها بس مو عنوان البت، قيمة البت مثلا موجودة هي بعنوان معين، خلينا نقول 50، بس هي شقد قيمتها؟ هي قيمتها مثلا خلينا نقول X1. هاي الـ X1 أقارن ويا كل المواقع، منو يحوي X1؟ أروح له مباشرة. فإذا عندها قدرة على أن تقارن قيمة الـ أنه تسوي مقارنة للموقع اللي تريده واللي بيه المعلومة اللي تريدها وبالتزامن تباوع على كل الذاكرة بمرة واحدة. احنا هناك كنا نبحث بشكل اما متتالي او وصول عشوائي، ما نقدر نشوف كل الذاكرة بمرة واحدة. بهذا النوع من الذواكر مرة واحدة بالتزامن يفحص كل الذاكرة بمرة واحدة، يشوف هاي المعلومة اللي عده موقعها وين صايرة. وبهذا الـ words is retrieved based on portion of its content، اعتمادا على جزء من محتوياته بدلا ما اعتمادا على عنوانه. يعني بدل ما تتباوع على العنوان، هل هو 50، هل هو 100، هل هو 1000، ما علي بالعنوان، هالمرة أباوع على المحتوى البيدي. هذا المحتوى بيا مكان موجود أباوع على كل الذاكرة بمرة واحدة، وين ألقى؟ أروح له مباشرة. زين، كل موقع عنده its own addressing mechanism and retrieval time is constant independent of location or prior access pattern. كل موقع عنده عنوانه الخاص به ووقت استرجاع المعلومة ثابت بغض النظر عن مكان المعلومة، لأن أنا إذا أباع لهم كلهن بالتزامن وإذا استرجعها بمرة واحدة فبغض النظر عن مكانها أو عن الآليات الوصول اللي متبعيها مسبقاً راح أوصلها بوقت ثابت ما يختلف. في حين بالسكوينشيال كنا نشوف انه اذا كانت اول مكان تختلف عما اذا اخر مكان، الوقت جدا يختلف. هنا ما يختلف عندي الوقت. المثال عليها هي الكاش ميموريز. مثال عليها الكاش ميموريز، طلاب كل وحده من الذواكر تحفظ اليتها ومثال عليها، يعني هذه شلون تشتغل ومثال عليها، وقت وصولها ثابت لو متغير. مثال عليها هو الكاش ميموري may employ associative access. طبعاً الassociative قلنا وصول سريع ولكنه مكلف ولذلك نخليه فقط للكاش. ليش؟ لأنه الكاش عادة ما تصنع بحجم كبير، تصنع بمساحة خزنية قليلة ولذلك ممكن أنه أخليها. وتشوف أنت من تشتري حاسبتك إذا كان بها كاش، إذا كان بها تصعد يصعد سعر الحاسبة لأن كلفتها تكون أكثر. واضح؟ زين، نيجي على الأداء. بالأداء عندي الـ access time والـ memory cycle time والـ transfer rate. عندي ثلاث متغيرات أو 3 parameters أقدر أقيس عليها معدل أدائي. الاكسس تايم قلنا وقت الوصول، بالراندوم اكسس ميموري this is the time، هنا بس خليكم البوينتر، this is the time it takes to perform a read or write operation. من نقول وقت الوصول اذا عدة كرام فوقت وصولها هو وقت اللي استخدمه او استغرقه حتى انفذ عملية قراءة واحدة او كتابة واحدة، هذا أسميه وقت الوصول. من أقول لك إيش قد وقت الوصول؟ وقت الوصول هو وقت قراءة واحدة أو كتابة واحدة. بمعنى the time from instant that an address is presented to the memory to the instant that data have been stored or made available for use. هذا شنو معناته الكلام؟ يقول وقت الوصول هو الوقت من الحالة اللي بيها العنوان حطيناه على خطوط العناوين حتى نروح نجيب المعلومة للذاكرة إلى الحالة اللي المعلومة انخزنت بالذاكرة أو انقرت من الذاكرة. يعني البروسيسر إذا راد يقرأ فد معلومة معينة أو يجيبها من المين ميموري، فالأكسس تايم هو من الوقت اللي البروسيسر قال بي أريدها وطع عنوانها للوقت اللي وصلت يمنا.
يعني إذا أريد أقرب لك الصورة، الأكسس تايم من الوقت اللي أنت تنوي تطلع بيه للدوام وأنت بعدك بالبيت إلى الوقت اللي مثلا تروح للدوام بي وتجيب الشغلة اللي تريدها وترجع، هذا أسميه وقت وصول، من مكانك ورجعت لمكانك. فالبروسيسر من اللحظة اللي قال بها أريد المعلومة للحظة اللي صارت المعلومة يمه، هذا أسميه وقت وصول. أو من اللحظة اللي هو سوى فد معالجة على قيمة معينة ويريد يخزنها بالذاكرة، هيئ المعلومة للوقت اللي انخزنت بيه بداخل الذاكرة. هذه إذن الحالتين أسميهن الأكسس تايم، من لحظة وجود المعلومة إلى خزنها، أو من توفر عنوان إلى جلب المعلومة. زين. For non-random access memory، إذا كانت الذاكرة أصلاً منعها random access، الأكسس تايم هو الوقت اللي أخذه أو اللي يستغرق حتى to position the read-write mechanism at desired location. إذا كانت نوع الذاكرة أصلاً مو رام، مو random access، فالأكسس تايم هو عملية وضع read write ميكانيزم على الموقع اللي أريده. يعني أنا بالذاكرة واقفة بموقع معين، من أوصل أحرك ال current position الموقع الحالي أودي إلى الموقع المطلوب وأقرأ المعلومة، هذا أسميه access time. إذا أنت واقف بالموقع صفر ورحت مثلا للموقع 50، هذا أسميه access time، من الصفر للخمسين، من المكان اللي أنت بيه للمكان المطلوب. تمام طلاب؟ زين. النوع الثاني اللي هو ال memory cycle time، العفو البارامتر الثاني، المتغير الثاني اللي اقيس على اثر الاداء. طبعا هنا كل ما يكون وقت الوصول اسرع كل ما يكون مؤشر اداء افضل. الميموري سايكل تايم، this concept is primarily applied to random access memory، هذا وقت الوصول او السايكل، العفو السايكل تايم، مطبق بشكل اساسي على الرام random access، and consists of the access time plus any additional time required before a second access can come on. This additional time may be required to generate data if they are read destructively. Note that memory cycle time is concerned with the system bus, not the processor. يعني شنو ميموري سايكل تايم؟ لما انت بالرام عندك وقت الوصول هو وقت اخذ المعلومة زائد اي وقت اضافي تحتاجه الذاكرة، من عمليات، من تحريك لي، من حساب لعنوان، من تحريك قبل ما تروح الى الوصول الثاني. يعني لو كنت رايدة معلومتين من الذاكرة، فالميموري سايكل هو الوقت اللي أحتاجه حتى أجيب المعلومة الأولى وأي عمليات إضافية أسويها قبل ما أجيب المعلومة الثانية. هذا الوقت الإضافي شنو ممكن؟ ممكن أحتاجه حتى أولد بيانات إذا كان عندي نوع القراءة destructively. destructively طلاب يعني محطمة. يعني شو محطمة؟ يعني أنا عندي نوع من الذواكر المعلومة تقراها تمسحها، فأني من نريد أجيب المعلومة اللخة راح من أجيب المعلومة راح يكون وقت أخذ المعلومة زائداً وقت المسح. تمام؟ فإذا الوقت مو كله محسوب لقراءة المعلومة، إنما أي عمليات أو أي ميكانيزم أخرى تحتاجها، مثل إذا كانت الذاكرة تمسح البيانات فلازم أشغل آلية المسح، فصار عندي الوقت مو كله لجلب المعلومة زائداً عمليات أخرى. هذه العمليات الأخرى كل الوقت أسميه memory cycle time، هي الدورة الكاملة من لحظة أن أنا أريد المعلومة إلى لحظة أنه المعلومة تكون ready، هي وكل العمليات الداخلية اللي أنا ما شفتها. زين. لاحظ بأنه memory cycle time يعنى أو يتعلق بموضوع system bus وليس بالبروسيسر. يعني البروسيسر من يريد معلومة يصدر عنوان هذه المعلومة، ينطي عنوانها ويقول هل هي قراءة لو كتابة، وبعد معلية الموضوع بمن يتعلق؟ يتعلق بخطوط العناوين. يعني مثلا إذا كانت الخطوط مشغولة ما متوفرة حاليا والبروسيسر يريد، لازم أنتظر وقت إلى أن تكون السيستم باس والديتا باس فارغة، الخطوط الوايرات اللي تنقل لي المعلومة إذا كانت بذيك اللحظة مشغولة فلازم أنتظرها تفرغ،
واستخدمها لنقل المعلومه واوصلها. فصار عندي الميموري سايكل هو الوقت اللي احتاجيته للباص زائدا وقت جلب المعلومه نفسها. الشيء الثالثه هي بعد الاكسس تايم وبعد السايكل تايم هي الترانسفير ريت او معدل النقل. This is the rate at which data can be transferred. هذا المعدل اللي تستغرق البيانات بالنقل من والى الذاكره. وبالراندوم اكسس هو يساوي 1 على السايكل تايم. معدل النقل مو كميه النقل، مو الترانسفير يونت، مو وحده النقل اللي حكينا اما تدوكو اما تكون بايت، لا المعدل مال النقل، يعني المعدل الزمني نقصد به. المعدل الزمني يكون 1 على السايكل تايم، الوقت اللي احتاجه لنقل البيانات عاده يكون 1 على السايكل تايم، يعني ايش قد تاخذ الدوره الوحده يكون 1 عليها. زين. سادسا الفيزيكال تايب، الخاصيه السادسه اللي نصنف على اساسها الميموري هي الانواع الفيزيائيه. There is a variety of physical types of memory have been employed. The most common today are semiconductor. سابقا بأجيال الحاسبات من حكينا بالبدايه انه كانت عندي الحاسبات مصنعه فاكيوم تيوب، بعدين ظهر مبدا الترانزستور، بعدين ظهر الاي سي واللي هو كان مصنع من السيمي كوندكتر. فصنعنا الذاكره من اشباه الموصلات. فالانواع اللي كانت سائده بذاك بالايام الحاليه واللي هي معروفه هي السيمي كوندكتر، الماجنتيك سيرفيس ميموري، و المستخدمة للديسك والتيب، والأوبتيكال أو الأوبتيكو الماجنتيكو أوبتيكال. الأنواع الأربعة اللي مستخدمة حاليا هي الذواكر السيمي كوندكتر مثل الرام وغيرها، والسطوح الممغنطة مثل الديسك والتيب واللي تستخدم الحث المغناطيسي لخزن المعلومة، والنوع الثالث اللي هو الضوئي، والنوع الرابع اللي هو ممغنط وضوئي في نفس الوقت يخلط بين الآليتين. زين. النقطة السابعة اللي نصنف على أساسها الذواكر هي الخواص الفيزيائية. من نحكي عن الخواص الفيزيائية